من عقد واحد الجمع العام العادي اللي فيه التقرير الادبي والتقرير المالي والتقرير لجنه المراقبه والتقرير ديال خبير الحسابات ديال الجمعيه. يعني كان جمع في المستوى، اولا كان حضور مكثف ديال جميع المخرطين في الجمعيه، وانا فخور على انه الاباء والامهات عاطين قيمه لهذه الجمعيه. يعني الحضور ديالهم كان ضروري وكان مؤكد، وكان داكشي في المستوى هذا هو، وتصادق على جميع القرارات وعلى جميع المشاكل اللي تنعيشوها. اذا نحمد الله ونشكره اولا بهذه الامطار، ثانيا بهذه الوضعيه اللي حنا تنعيشوها رغم ان عندنا الصعوبات. تنتمنى من الوزاره ومن المسؤولين يلتفوا يشوفوا في هذه الجمعيات من هذا النوع اللي هما جمعيات جاده وفاعله بهذه الامكانيات وبهذا المستوى اللي حنا تنعيشوا فيه اليوم، خصهم يواكبونا ويحلوا معنا المشاكل اللي هي اللي تتشكل بعض الخطوره كبيره في التدبير اليومي ديالها.